قبل 2013 كان هناك فيه ربع مليون فدان مزروعين في المنطقة اللي هي من رفح لحد العريش. في الوقت اللي عندنا كل سكان شمال سيناء لا يتجاوزوا ربع مليون. عندنا قبليها في سيناء، في انا بكلمك على قبل خطة التنمية كمان، في 17,000 كيلو متر شبكة طرق في سيناء. في سياحة في جنوب سيناء حد صلاحها. أما ما تم بعد 2013 فأنا عندي كم من أولاً استصلاح أراضي الزراعات اللي موجودة على ترعة الشيخ زايد وعلى ترعة السلام، وهناك المزارع التي تم إنشائها اللي هي في قرى التجمعات البدوية، كل قبيلة بنعمل لها من 2 لـ3 قرية بنجمعهم فيها. ده الكلام ده في وسط سيناء وفي شمال سيناء. النهارده أنا عندي في 3 مدن مليونية في شرق القناة مباشرة، بورسعيد شرق، إسماعيلية شرق، السويس شرق، كل مدينة من دول هتشيل مليون مواطن. إذا بالإضافة لعندي في سيناء برضو عندي الأحواض السمكية اللي هي هيبقى عندي 1,060 حوض سمكي ناتج الحفر بتاع أو أحواض الترسيب بتاع القناة الجديدة. عندي في مشاريع تنمية أو محور قناة السويس اللي هو هيديني مش أقل من 100 مليار دولار سنويا. كل دي فرص عمل لأبناء سيناء. عندنا في المصانع اللي هي بتاعة أسمنت وبتاع المدينة، هنعمل مدينة للرخام هناك عند مدينة الحسنة في وسط سيناء. في لدينا زراعات إن شاء الله في وسط سيناء. كل هذه أعمال تنمية جديدة. يعني عايز أقول حاجة، إن اللي بيحصل في سيناء ده مش معنى كده إنه ناتج إن مفيش تنمية، بالعكس. ده سيناء المشكلة الإرهاب اللي فيها إن هؤلاء الإرهابيين ينفذون أجندة لجهات تريد أن تجعل من سيناء وطن بديل للفلسطينيين. هي دي المشكلة. الإرهاب طول عمر سيناء كانت بالعكس، لما كانت أكثر فقرا وأكثر قحطا من هذا عمر ما حد فكر يبقى فيها إرهابي. إنما النهارده وأنت كان بتسأل إسرائيل تم تجنيد هؤلاء الإرهابيين، وهناك من استخدمهم الإخوان في فترة الثمن حكموا في مصر بهم الخاهن. هم دول الإرهابيين اللي بيحاربوا النهارده، إن دول بيحاولوا يضغطوا علينا في أي واسط على خطة قتل الأراضي. أيوه نعم. على نعم سيادة اللواء. الو نعم سيادة اللواء، انت على الهواء. اسمع، بقول اللي هم بيضغطوا علينا تبادل اقتصادي، يعني باختصار عايزين سينا بجردنا صعود يضم قطاع غزه وقطاع هيفا قطاع غزه كبرى او دوله فلسطين اللي عايزين يعيشوها على حساب اراضينا. فاسم الارهاب سينا او اي علاقه لا بخطه التنميه ولا ان في اقتصاد اخطر، بالعكس طول عمر سيناء ده بتقول في موضع اهتمام اللي كان فينا في 2013 وايه اللي موجود دلوقتي اللي كان. يعني ساعه جامعه كبيره ان شاء الله في جامعه اخرى في جامعه الخليج عندنا في الماجستير والمعاهد اللي بنفتحها المدن او المباني التكتيكيه اللي بتعمل النهارده في كل او من قبائل بيت وخمس فدادين عدد تحت وعدد من فروش اغناه. يعني عايز اقول ان التسميه في سيناء تم لن تدفع. سياده اللواء، سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لك.